في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفاد أزيد من 30 بائع سمك متجول من دراجات نارية مزودة بصناديق عازلة على مستوى 7 جماعات قروية تابعة لإقليم الفحص أنجرة. أهم المشاريع اللي عرفتها 2016-2017 فكانت أولا هي واحد اتفاقية ديال الشراكة واللي شاركت فيها معنا وكالة تنمية أقاليم الشمال، وكانت هذه الشراكة اللي تتهم تأهيل الباعة المتجولين واللي كانت القيمة ديالها 4,843,000 درهم، مساهمة ديال المباراة 3,300,000. هاد الاتفاقية تم إنجاز منها اقتناء 31 دراجة نارية لنقل لبيع الأسماك واللي مزودة بصندوق عازلة. يذكر أنه تمت برمجة 5 مشاريع في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 174 مستفيدا بغلاف مالي إجمالي بلغ 1.25 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب 876,000 درهم، فيما تم إنجاز 4 مشاريع في إطار برنامج إعادة هيكلة الباعة المتجولين، استفاد منه 121 بائعا متجولا بما مجمله 4,843,630 درهما، ساهمت فيها المبادرة ب3,346,630 درهما.